السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأدوية اللي أعطيناها للكتاكيت من أول يوم: فلوريكول مضاد حيوي لاستقبال الكتاكيت. أعطينا أول يوم مية بسكر لمدة 12 ساعة، بعدها فلوريكول لمدة يومين، بعد الفلوريكول المضاد الحيوي اللي هو في الصورة قدامكم ده، الإزازة الصغيرة دي ب10 جنيه، بعدها بيومين اليوم الثالث أعطيت محلول معالجة الجفاف اللي هو الكيس ده، كيس بندوبه كله في سقاية اللي هي الحجم ده، وده لونه في السقاية محلول معالجة الجفاف. ده بيعوض إذا كان الكتكوت جاي مجهد أو الحرارة ارتفعت عليه. لو الحرارة ارتفعت ده أحسن علاج له بعد ارتفاع الحرارة، بعد ما نظبط درجة الحرارة. بعدها إن شاء الله في اليوم الخامس بعد ما خلصنا الثالث والرابع من محلول معالجة الجفاف، هنأتي في اليوم الخامس اللي هو ده. ده اسمه ده مضاد سموم، ده من أفضل أنواع مضاد السموم. دي الإزازة دي ب25 جنيه، بنحط سنتي على لتر المية. ممكن نمشي عليه من اليوم الخامس لغاية نهاية الدورة، يوم ويوم، يوم نأتي منه ويوم ما نأتيش. ممكن نأتي بعد اليوم اللي ما نأتيش فيه نأتي فيتامين ألف دال في اليوم الخامس. وإن شاء الله أعرفكم في الفيديوهات اللي جاية وصلنا لإيه. اعمل اشتراك في القناة علشان تتابع هنعمل إيه في المرحلة القادمة. شكرا.